السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا كابتن عبد الله. أهلا وسهلا يا فندم. دلوقتي عايز أعقب عليك بحاجة، أنا صعيدي من بني سويف. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. يا مرحب بيك. ثاني مرة يا كابتن عبد الناصر لا تراهن على الزمالك، الزمالك ما يتراهنش عليه. عادي، ما خلاص احنا خسرنا كل الرهانات الحمد لله. انت مش بتمثل سوهاج بس، انت بتمثل شمال الصعيد. يا عم الله يخليك، الموضوع بسيط. انت حبيبنا على راسنا، لو عايزنا نبعت لك العج من عندنا نبعته لك يا كابتن عبد الناصر. طعام حشمت مساكين الحمد لله. لا انا بس ايه، والله العظيم الدنيا بسيطه وبنضحك، يعني مش عايزين الناس تاخدها خناقه. مجلس ادارتنا للزمالك عمل اللي شايفه من وجهه نظره صح، ولكن لم يحقق اي مكاسب غير انه وقع الطلاق بتاعي. اذا كان وقع الطلاق بتاعي هو اللي هيدي الزملكاويه الامل في المنافسه، انا موافق يا عم، على الاقل احنا لقينا لها حل في الافتاء. والله كمان يا كابتن عبد الناصر، يعني هو الزمالك يعني مش حاجه جديده عليه، هو متعود على كده. هو عامة فالحين بس يقولوا لك الاهلي اتسحب في ال 48 وفي ال 57 ومش عارف الاهلي، يا عم خليك في نفسك، بص في ورقتك يعني. معلش اديك انت مالك ومال الاهلي؟ عايز اقول لك اديك بتكلمني حضرتك من الاردن، صح كده؟ نعم يا استاذ عبد الله. شايف الشكل بقى، هل الشكل ده شكل مشرف للكره المصريه اللي احنا فيه؟ والله يعني الكره المصريه يعني في النازل، والله يعني كل همك عايز تهرب من مباراة الأهلي، وهتلعب مباراة سيراميكا يوم السبت، بس مش أحلف. أنا بقول لك هيلعب مباراة، هيلعب مباراة سيراميكا يوم السبت بس من غير حلفان، لأن لو حلفت مش هيروحوا. احنا داخلين على اولمبيات، يعني المنتخب الاولمبي هنجيب له اللعيبه دي من الاهلي والزمالك وبيراميدز، يعني كالعاده الكره المصريه يعني بتمر باسوا، يعني اقول لك ايه، بس والله احنا يعني بقينا مسخر يعني في المنطقه بصراحه. والله يا بص، احنا ده كل اللي احنا قلناه، وحتى بيان الـ بيان الـ بيان الـ 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 الحكماء او كل واحد اتكلم بما فيهم المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، قال لك حذرنا من هذا المشهد العبثي. وانا خلي بالك لما حلفت طلاق حلفت، يعني انا مش في حرب، بالعكس انا بعتذر للزملكاويه ومش عايز حد يزعل مني، والموضوع انتهى والموضوع فني، ومفيش حد هياخدني المعارك تاني ولا اعمل معارك تاني ضد الزمالك ولا مجلس اداره نادي الزمالك، احنا اختلفنا لصالح نادي الزمالك. انا بقول لك الزمالك لم يحقق اي مكسب غير انه وقع طلاقي، انت شايف اي حاجه تانيه عملها الزمالك؟ لا لا لا، الحمد لله الحمد لله اللي انا نيمتهم فرحانين، بدل ما كانوا هينسحبوا من غير اي نجاح في اي حاجه. ما ينفعش يا كابتن عبد الناصر، وانت تعلم الجمله اللي هحكي لك اياها، ما ينفعش مجلس اداره نادي الزمالك المحترم يمشي ورا مشاعر الجماهير. اهو ماشي، ما ينفعش يمشي ورا مشاعر الجماهير، الجماهير جماهير والمجلس مجلس يا كابتن عبد الناصر. انا معاك وايدك، ولكن طبعا اعمل ايه؟ الموضوع يا باشا ده الموضوع اتقلب ملايين على الصفحات. انا يعني انا ترند الوطني العربي، عبد الناصر زيدان هيعمل ايه في الطلاق؟ ولو سالت الف به واحد امي ما يفهمش حاجه في الدين هيقول لك غيابي وعليه كفاره. لاني انا اصلا مش بحلف طلقات، هو جاي له. انت راجل محترم يا كابتن عبد الناصر، وانت قلت جمله لسه انا متابعك يعني منور اللايف، ان زوجة حضرتك الفاضله الحمد لله اليوم ده ما تابعتش الحلقه. بص انا خريج ازهر ودارس ده من كرم ربنا عليك. ودارس دين، وخطا ان احلف طلاق اصلا احتراما لزوجتي، يعني احتراما لعشرة السنين، غلط ان احنا في بلد. فانا اولا بعتذر لها واعتذر لها على طول وابوس على دماغها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، على مذهب الامام ابو حنيفة لا يقع الطلاق الا امام الزوجة حتى ما تتخربش البيوت، لان وارد واحد ينفعل في الشارع في السوق في التجارة فيعمل زي اللي انا عملته، وده غلط، مش هقول ان انا صح،
ده غلط وغلط جدا. الحاجة التالتة والمهم، الحمد لله قالوا لنا في الفتوى كفارة إطعام 10 مساكين والإطعام قبل الصيام، يعني لو مقتدر لا يجوز الصيام، يعني الإطعام قبل الصيام. المهم أنا بطلب منك طلب. فأنا لبست في 10 بقى، فربنا يوقعني في ناس ما تاكلش كتير. المهم أنا طالب منك طلب يا كابتن عبد الرحمن. أمرني. الله يخليك الأمر لله. أنا عايز أشوف كابتن أبو المعطي زكي معاك على قناة الشمس، إيه رأيك؟ إن شاء الله ربنا يحل كل الأمور ويشرفنا إن شاء الله في أي وقت، وربنا يدينا الصحة والعافية ويجمع كل الناس مع بعضها إن شاء الله. ماشي يا كابتن. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا، بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.